كلمتين، والكلمتين دول يزعلوا حد يعني. ما ماشي، ما انت قول. تعرف عني كده؟ انت تعرف عني انا بخاف من حد ولا بهيب حد غير اللي خلقني؟ انا كبير ربنا وانت عارف كويس، او اهلي وانت عارف ده كويس قوي، لا بيفرق معايا حد ولا بخاف من حد، ولو بيفرق معايا وبخاف وبترعب وبكش، كانش في حاجات كتير قوي حصلت. عندك حق، ما كانش المهم حاجة كتير اقولها قوي اهو، حصل. ده يا جماعه واحد تعبان في دماغه والله العظيم ثلاثه، كلتش كان عايز ياخد اللقطه، فقال لك ايه اللي داير اليومين دول، اطلع بطل الابطال واطلع هيرو وسابق زماني، موضوع مين هدير عبد الرازق ومين واوتاكا. طب يا ابن منى والراجل سايبين بعض، قصبنا يعني، الموضوع بدأ وخلص وانتهى، الناس كلها عارفه ان انا واوتاكا سيبنا بعض. اشمعنى الهري بقى دلوقتي؟ اشمعنى؟ ولا هو جرب حظه فالفيديو فايرال عشان اسمي محطوط على الفيديو، وده كده كده انت عارف اي فيديو اي حد مهما كان هو من مسافه ما بيحط اسمي على فيديو او بس كابشن الفيديو بيضرب، فلقى الدنيا لعبت والفيديو جاب ريتش وجاب فيوز، فقال لك يلا بقى انا هم دول المحتوى بتاعي اليومين الجايين، مع ان المفروض ان انا اعرفه ان ده الحلاق اللي بيحلق لك شعرك وانه ساكن قدامك في العماره اللي قدامك، باين صح في الكومباوند عندك، يعني في بينكم معرفه، يجي منكم مفروض يحلق لك حلاق بتاعك، المفروض في على الاقل في حتى عشم او على فكره انت قلت لي، انا عامه انا قلته له، قلت له المفروض كنت كلمتني وبتاع، فانت بتقولي نفس الكلام. ردي بقى على كل كلام اللي هو قاله قبل كده ده واحد طالع مش بيعيب فيا ولا بينتقدني ولا بينتقد محتواه، ده بيتهمني ان انا اللي عملت كل المشاكل اللي حصلت دي، انا اللي عملتها لنفسي عشان الريتش، انا اللي سربت لنفسي الفيديوهات، وانا اللي عملت لنفسي كده عشان خاطر الريتش واطلع ترند، وبيتهمني ان كمان اللي كان معايا في الفيديو مش جوزي. انت ده نخوه ايه ورجوله ايه وشهامه ايه اللي بتتكلم عنها؟ يا اقول لك يا شرب ولا يا راجل يا عيل يا عره، وبيطلع فيديو يقول لهدير عبد الرازق بقارن نفسها بمراتي. مراتك دي يالا اللي انت اتجوزتها 3 سنين عشان تاخد الجنسيه، سبحان الله سبحان الله، اتجوزها 3 سنين اللي هم ال3 سنين بتوع اللي هو بياخد فيهم الجنسيه، وطلعها سبحان الله، وفجاه بعد كام شهر من طلاق سبحان الله برضو اتجوز الست المحترمه اللي هو متجوزها دلوقتي اللي هي شبهه تقريبا اخوات في الرضاعه. ياه واو بجد، هو مش الموضوع ده المفروض اللي هو يتقفل. انا مبهوره بجد، بتكلم عن نخو مرات مين اللي كمان بكر رشيد اللي بيتكلم على مراته الاجنبيه، يقول لك كانت بكر رشيد، هو احنا كنا معاكم في ليله الدخله مش هتقول لي يا بكر رشيد؟ بجد اي حد بيطلع يقول اي حاجه عادي هتتصدق وبتتصدق، هو احنا كنا معاكم في ليله الدخله عشان تقول لي بكر ولا مش؟ انا مال ميتي، انا مال امي بكر ولا مش بكر عليك وعلى اللي خلي مره ما عرفتش تربي، اقسم بالله العظيم بلا هدير بلا عبير. اصبر بس بجد عشان الموضوع ده كان حرق دمي. يا ستي اسمعي، هو احنا مش اتكلمنا في الحوار ده؟ لا 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 لا، هو انت فكرك الكلام هيخلص؟ هو انت فكرك انا هسكت اصلا؟ هو انت عايزه تتكلم؟ يقول لك ده حتى عبيط مش عارف يتكلم كلمتين، لما طلع معاك هو كان عايز اللقطه وانا سبته ياخدها مره واتنين، ولما دخلت له بعت له مسجات نزل الشات وما نزلش اللي هو كان باعته لي، مسحه ونزل الشات، وانت معاك كان معاك الباسورد بتاع الاكونت وشفته وعارف صح؟ شفته كان ماسح المسجات بتاعته اللي هو باعتها لي ليه في الاول، واول ما انا دخلت بعت له مسح مسجاته، قام كان انا داخله بكلمه وقام منزلها سكرين وانا هدير عبد الرازق هدير مش عارف ايه، ويكلمك في اللايف يقول لك واحده زي دي بتقارن نفسها بمراتي، واحده زي دي بتعمل واحده زي دي مين يلا يا اصلا واحده انت تعرف تطول انك واحده زي اصلا تسلم عليك يوم من الايام. اقول لك على حاجه عليا الحمى من نعمه ربي، عارف اللي هو نفسه فيه بس بيقول اخي هو بس عشان مش عارف يبقى يعني يحقق اللي هو فاهم دمك محروق ليه؟ بص اقول لك،
اقول لك على حاجه ممكن اقول يعني. كلمتين عشان انا مش ههري في الحوار ده. اسمع اسمع يا جماعه، ده واحد والله العظيم انا بقولها لكم، انا بقولها على العلن، على امه، قدام امه لا اله الا الله، قدام امه محمد. واحد مش هغلط في حد، وانت بتتكلمي بس على مين؟ عني ولا عنه؟ عنك ايه انا بتكلم عنه. لا ده واحد بتتكلمي، استني عايز، بس اسمعني سمع. هتسمعني ولا انزلك واتكلم لوحدي؟ لا هو ما فيش حاجه اسمها هنزلك اولا، انت بعتالي هو انا مش طيب انا عايز اقول كلمتين عشان اصلا كده كده كنت اتكلم في الحوار ده، فكلمه مهنزم. انت اصلا ما تقعدش تقول لي لا او اسمعي وما تسمعيش، انا هقول الكلمتين يعني هقولهم. خلاص يبقى ما تجيش بعد كده لما تقولي كلمة.